السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنجاوب على سؤال مهم جدا بيتسأل كتير وبيتكرر كتير، خصوصا الناس اللي رايحة تشتري موتوسيكل، أجيب فرامل باكم خلفي ولا عادة؟ أجيب فرامل باكم ولا عادة؟ أيهما أفضل وليه؟ عشان نقطع الخلاف في الموضوع، إن المفروض ميكانيكيا وهندسيا الباكم أفضل بلا خلاف، وما تقوليش اصلا انا رايي، احنا بنتكلم واحده واحده واسمع للنهايه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. المفروض ان الفرامل الباكن، لو خدت بالك كل الفئات العاليه، هندي ياباني صيني، كل الحاجات العاليه باكم امامي وخلفي، تكاتك عربيات اي حاجه عاليه باكم. ليه؟ ضغط الزيت اقوى من ضغط السيخ او الرجل. السيخ ممكن تلاقيه فيه تانيه او كسره، فبدي معاك فاصل او مطه في الدوسه، تمام. فالفرامل الباكن معروف ان هي اسرع استجابه على الطريق. لما احب امسك فرمله همسك فرمله، لما احب اقف هقف. هتقولي ما هي دي ممكن تكون مشكله عشان ممكن المكنه تلف، اقولك لا، ده هتبقى مشكله من السواق نفسه، تمام. ولذلك عملوا حاجه اسمها اي بي اس وسي بي اس بعد كده، عشان لو واحد لسه جديد في السواق، تمام. الحركات الميكانيكيه ديت بتحصل دايركت لوحدها مع الدوسه، لكن المفروض ان انت لو سواق هتعملها حتى بايدك او برجلك من غير انظمه الفرامل، تمام. يبقى الافضل الباكن امامي وخلفي، انظف واحسن 100 مره واسرع استجابه. طب ليه انت بتنصح باكن امامي وعاده خلفي؟ اولا لو انت خدت بالك انا بقول باكن امامي، ما بقولش عاده، انا بكره العاده الامامي. طب ليه؟ لان الباكن معروف ان هو اسرع استجابه، وانت حضرتك وانت ماشي في الزحمه او ماشي على طريق سريع بتعرف ان الفرامل الاماميه اهم من الخلفيه. ليه؟ طبعا لو انت ماشي على سرعه عاليه انسى الفرامل الاماميه نهائي، لكن وانت ماشي على سرعه بطيئه في زحمه او كده، حد وقف قدامك فجاه، اللي بينهضك اللي بيجيب استجابه معاك على طول ايه؟ اللي قدام، صح ولا لا؟ هي دي. ولذلك انا بقول باكن امامي. ليه؟ اسرع استجابه، وانت كده كده خايف منها، اذا ايدك مش على الفرامل النهائي، صح ولا لا؟ مستحيل تلاقي واحد ماشي مش على الفرمله قدام، او ايده اصلا على الفرمله اللي قدام. ليه؟ لان هو خايف منها، هو خايف من الفرامل الاماميه، فعشان كده ايده بعيد عنها، ما بيحطش ايده على الفرامل الا اذا حب يمسك فرامل فبيشعر فيه. عشان كده الفرامل ماشيه معاه زي الفل، ومحدش اشتكى نهائي من الباكم الامامي. امتى اشتكينا من الباكم؟ لما راكب ورا. ليه؟ لان احنا كمصريين، يعني ان كنت سواق او غير سواق، معود نفسك ان انت ماشي رجلك مشعره على دواسه الفرمله. طب رجلك مشعره يعني ايه؟ طب ايه المشكله في كده؟ طب ما انا مشعر على الفرمله السيخ. لا، الفرمله السيخ انت مشعر عليها مش فارقه معاك، لان حديد مع حديد، ولكن ده فيها خطوره برضه، انت بتاكل التيل وبتسخن الطنبوره وبتهلك الموتور من قدام. فالمفروض رجلك ما تتحطش على الفرمله الا وقت الاستخدام، ولكن سيبك من دي. مشكله الزيت ان انت لما بيلاقي ضغط باستمرار بيسخن، بيسخن يعني بيفقد لزوجته، بيفقد لزوجته يعني ممكن الفرمله تهرب منك بسهوله او تقفش منك بسهوله. في كلتا الحالتين مصيبه. تخيل انت ماشي على سرعه والفرمله هربت منك، الفرامل اللي قدام توديك في داهيه. طب اتصرف ازاي؟ تتصرف ازاي ديت هقولها لك بالتفصيل في فيديو لوحدها عشان الناس تبحث عنه تلاقيه، تمام. ازاي تتصرف وقت انقطاع الفرمله؟ في نفس الوقت لو الفرمله قفشت مصطيه، لان اعرف ان انت وانت ماشي بسرعه الفرمله قفشت، يعني المكنه هتلف بيك. طيب يبقى انت كده حلتها. انا بقول لك الفرمله العاديه العاده خلفي امن للجديد في السواقه. لو انت سواق، لو انت كويس في السواقه، باكن ورا وقدام ممتاز، وخصوصا لو مدعمه كويس زي التوين 6، محدش اشتكى من الفرمله اللي قدام ولا اللي ورا بتاعتها، زي البنيلي، الزنتوس، الهورنت، اي موتوسيكل الماني ياباني امريكي اي حاجه هتلاقي فرمله امامي وخلفي ونفس الموضوع، حتى قبل ما ينزلوا نظام الاي بي اس والسي بي اس وشغاله زي الفل، تمام. اذا العيب من السواق. يبقى لما اروح اشتري موتوسيكل اقدر انا محتاج ايه، او بعرف اسوق يعني امكانياتي في السواقه قد ايه؟ جديد باكب امامي وعاده خلفي بدون نقاش. اوعى تقول هتعلم، لا، ما تغامرش بحياتك عشان تتعلم، لا، اتعلم وبعد كده اعمل اللي انت عايزه، تمام. السواقه ملهاش كبير،
وللاسف زي ما انا قلت دايما وبقول، يعني اعمل حساب اخطاء الغير. انت طيار، بس المشكله انت ممكن تلاقي يعني اعزكم الله قطه او كلب قطع عليك الطريق، هتعمل ايه؟ رجلك على الفرمله، لو تقلت على الباكم انت اتقلبت، خد بالك. فعشان كده انا بقول لك انت جديد لسه في البدايه، مش متمرس قوي في السواقه، باكم امامي وعده خلفي. الباكم اسرع استجابه، هتلاقيها قدام معاك ممتازه، الخلفي هتلاقيها حنينه معاك سواء دوست قوي او ما دوستش هاديه معاك. طب لو انت سواقه كويس وزي الفل وتمام، باكم امامه وخلفي مفيش فيها اي مشكله خالص، المهم تعرف تختار صح وتجرب فرمتك قبل ما تمشي. ودايما حاجه اسمها الصيانه الدوريه، ودايما للاسف برضه متعودين على غلطه كبيره قوي، ان زيت الفرامل زيت مدى الحياه، وبرضه هعمل لها حته لوحدها كده عشان برضه الناس تتعظ منها وتاخد بالها. زيت الفرامل مش مدى الحياه، ده له مده صلاحيه، ولو سبته فتره طويله هو هيفسد لوحده. اذا كل سنه اطمن على زيت الباكن، فكه نزله كله الخلفي والامامي، عشان ما اللي هي بنسميها بيملح، يملح منك، طلع عليه مبيض كده بيقفل لك الدنيا كلها، لزوجته بتروح. هو اصلا زيت من خصائصه ان هو حامي، يعني اصلا ممكن ياكل البويه الهدوم الكلام ده. فانت خلي بالك الزيت ده مش مدى الحياه، كل سنه 10 شهور فك، مش هقول لك مع الصيانه الدوريه كل 6 شهور لا، خليك مفيش فيها مشكله، يعني صيانه وصيانه، كل سنه فك ورا وقدام، غير زيت ويكون نظيف مش مضروب، وتقول لي الفرامل بتبوظ معايا، لا، عندك زيت يكون نسبته كويسه، نوعه كويس، شركه مضمونه. واهم حاجه في الموضوع كله ما تسيبش هواء في جميع اجزاء الفرمله. يعني انا لما اقول لك خد هواء الفرامل هتاخده من معيار الفرامل المظبوط، مش من المسمار اللي قبله، لا ده انا عايز مصدر الباكم الامامي، الخرطوم اللي قبله، الخرطوم اللي بعده، مصدر الباكم الخلفي، مفيش نقطة ذرة هواء في المسافة كلها. يبقى لما اخد هواء اخد هواء صح، لما امسك فرملة امسك صح، سوستة الفرملة تكون مشدودة صح، ما يكونش سوستة الفرملة مهوية او معلقة، برضه هتبقى كأنك مشعر رجلك على الفرملة. تقريبا كده يعني المعلومة وصلت كاملة عن الفرامل، ايهما افضل وليه وايه السبب والاحتياطات اللي تعملها لو انت راكب فرامل باكم امامي وخلفي، امسك باكم امامي وخلفي. لو وصلت معايا لغايه النقطه دي يبقى اكيد استفدت من الحلقه، يبقى صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، وتكتب الكلام ده في التعليق، واي ملحوظه اي سؤال اي استفسار تحت امر عليك. السلام عليكم ورحمه الله.